السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم إلى فيديو جديد. بعد متابعين في كتاب الأسبيك تنوي اللير بوخ، وصلنا إلى الصفحة 26. الصفحة 26 فيها عنوان عريض بالأعلى جيستين زاغنمير ألس تاوزين تفورت، بمعنى الإشارات أو الإيماءات تقول أكثر من آلاف الكلمات. فاس كونتن ديزا جيستين بدوتن، ماذا تعني هذه الإيماءات؟ أردن زي دي فوتو دين بدوتن تسو، يعني هم حاطين صور فيها إيماءة أو حركة باليد، وحاطين جمل بقولوا وصل الجملة مع الحركة المناسبة. طيب أنا بحط الحركة، يعني بحط صورة الحركة المناسبة دوري معها. مثلا دي أوفنا أوت كشتركتا هاند إست دي دوتلش آرت دين جيشبريش بارتنر مت أينم شتوب اندي شرانك تسو فيزن، بمعنى اليد الممدودة المفتوحة هي طريقة لإخبار الشخص المتحدث بأن يتوقف عن الكلام. هاي آ ب دي زجست شتامت أوس إسرائيل، يعني هذه الإيماءة تأتي من إسرائيل. أون بدويتد وتعني بيفور إيش دير داس جلاوبة فيست مير غراس أوس دير هاند، يعني قبل ما أصدقك راح يطلع عشب بإيدي، معنى أنه أنت كذاب مستحيل تصدق. طيب الس دي زجست شتامت أوس دير جيبيردن شبراخة، يعني هاي الإيماءة تأتي من لغة الإشارة. أون بدويتد إيش لبدش وتعني أنا أحبك. طيب دي جبرويشست بدويتن دي زرغاست است اوكي، يعني المعنى الاكثر شيوعا لهذه الايماءة انه كل شيء على مرام او اوكي. ان يابان داغيغن بدويتد زي من، يعني في اليابان تعني العكس، مثل يوم يقولوا واحد شخص من، يعني مثل ما تقولوا يا زلمة، يعني انه كأنه مش مصدقه هيك. طيب دي زغيست كومت عفوا اوس ديم امريكان فوتبال اون بدويتد تايم اوت اوس سايت، يعني هذه الايماءة تاتي من كرة القدم الامريكية وتعني انتهاء الوقت. طيب الاف ان يوروب فرشتيت مان اونتر ديزر جيست تليفون اودر لاس اونس تليفونيرا، يعني في اوروبا بفهم الشخص هاي الايماءة على انه لنتحدث في الهاتف. طيب هاي التمرين الاول. تمرين بي كين زي نوخ أندر جيستن، هل تعرف إيماءات أخرى؟ سايجن زي، يعني قم بإظهارها للأشخاص الموجودين معك. دي أندر إن كورس راتن فاس زي بدوتن، يعني قم بإظهارها للأشخاص الموجودين معك بالكورس وماذا تعني هذه الإيماءات. طيب فاس إست كوربر شبراخة، ماذا تعني لغة الجسد؟ في ليرت مانزين، كيف يتعلمها المرء. طيب هورن زي أينن بتراكت سوم تيما كوربر شبراخة، استمع إلى هذه المحاضرة حول لغة الجسد. فيش أسبكت فيردنجينات، ما هي المفاهيم التي تم ذكرها؟ زاملن زي إن كورس، أذكرها في الكورس. طيب هون زي نوخ أينمال أوند أجيسن دي زاتس أنفينجا، بقول لك استمع مجددا وقم بالإكمال. طبعا مثل ما قلت أكثر مرة مش راح نحط الأوديو أو الشغلات الصوتية عشان ما جينا مشاكل مع حقوق النشر. طيب أنا صراحة حليت يعني، بس المشكلة الخط تبعي مجعلك شوي، بس مع ذلك راح أقولهن حسب ما أنا شايفه. تمرين الأول كوربر شبراخة إست أين فيزيتر أسبكت سفيشن منشليشر فيرشتيندونج، يعني بمعنى أنه لغة الجسد هي طريقة للتفاهم كأنه بين الناس. طيب الجملة الثانية زي أوسر زيش إن، أنا صراحة كاتب الفراغ كوربر بيفيغونجن هالتونجن جيستن، يعني يتم التصريح عنها على شكل مثلا حركات في الجسد او تصرفات او ايماءات. منشن في راتن ايرا ايموتشيونن فايل، يعني الناس يكشفون مشاعرهم لانهم. انظر كوربر نشت لوجن كان، لان اجسادنا لا تستطيع الكذب بالمره. طبعا الجزء الثاني اللي قاعد بقوله من حسب ما اني كاتب بالكورس. ان لينجرن جيشبريش او جيشبريشن كان مان جوت اركنن في زش دير أندرن فولن، يعني في المحادثات الطويلة يستطيع المرء أن يدرك كيف يشعر الآخرين أو الآخرون. طيب فاست ألا منشن بنوتسن أكثر الناس يستعملون دي جلايشا ميمك، يعني الميمات الأكثر شهرة أو عفوا الميمات المتشابهة. ييدس بيبي فيرشتيت أين ليشل ألس، يعني كل طفل صغير أو بيبي يفهم الابتسامة على أنها إيد فاست بوزيتيف، يعني شيء إيجابي. طيب جيستن أو ليمات زند كولتور، هاي صراحة ما قدرتش أقراها مليح، كولتور سبيسيفيش زيشر ألس ديميمك، صراحة مش مبينة معي شو الكلمة بس هيك يعني قريت. طيب كوربر سيجنالة أوس أندرا كولتورين
It was anders als man denkt. يعني إشارات الجسد في الثقافات المختلفة يعني تختلف عما يظنه المرء. طيب، ها كانت الصفحة رقم 26. خلينا نكمل بالصفحة 26. طيب، صفحة 27. في الجلايسين زيتم مت ألس أون في، يعني جمل المقارنة مع كلمة ألس وكلمة في. أوردن زي دي زيتسة، قم بترتيب الجمل. أوز ديم بتراغ أوز ديم بتراغ تسو كوربرش براخة، التي تتكلم عن موضوع لغة الجسد. أرجنس زي ألس أودر في، يعني قم بالإكمال مع ألس ما أو في. أوند هورن زي دي زيتسة دان سو كنترولة، يعني قم بالاستماع مجددا من أجل التأكد. طيب، الجملة الأولى هم حاطين مباشرة حلها، حلها هو ب، يعني مثلا بقول لك اثنين فير اختن انستينكتيف فيل مير اوف دي شبراخه ديسكوربر الس فير ماينن. طيب، حط الترجمه مباشره. طيب، الجمله الثانيه بوت شافتن دير كوربر شبراخه نيمن فيرزو شنيلر فار، كانه رسائل لغه الجسد ناخذها بسرعه. هاي الجمله اثنين ا في فير جي شبراخن شبراخه اوف نيمن. طيب، الجملة الثالثة كوربر زغنالة أوس دين أدرن كولتور بدويتن ألزو أوفت إدفاس أندرس ألسمان دينكت، يعني رسائل كوربر زغنالة إشارات الجسد من اللغات المختلفة تعني أشياء أكثر مما يعتقده المرء.